اخوي فهد صبحك الله بالخير. اهلا وسهلا، صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور يا اخو. اول شيء الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. صبح عليك، صبح على الاخوان الموجودين عندك بالخير كلهم. صبحك الله بالخير. ومبارك حق الامه الغدساويه هذا الانجاز. ونقول حق الناس اللي يقللون من كاس السوبر، ها؟ صراحة مأسوف على حالكم انتم اللي قاعد تقللون من كاس السوبر بالبرامج. ابو سعود عندي رسالة بوصلها بس لو ما عليك امر. تفضل. رسالة لأحمد الشمري صحفي والعايد الروضان. لا تطلعوا لا تكسبون ولا تبي تنشهرون ولا تبي تدورون العيشة على ظهر لا لا الغرب. بس شوف اختلف يا ابو اسمع يا فهد تكفى 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 لا لا انا 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 بخليك تكمل بخليك تكمل وتاخذ راحتك بخليك تكمل بس ما يصير يا اخوي فهد يعني احنا بننتقد اشخاص ما يصير تقول انت بتكسب وانت بتعيش يبقى الناس عايشه ولله الحمد وبخير وبنعمه ومو بحاجه يا فهد والله بخليك تكمل وبخليك تقول بس ما يصير تقول كلام غلط في حق اشخاص يعني زملاء لنا وفي اشخاص رياضيين وبخليك تكمل ما يصير يا فهد يعني يتكسبون او بيعيشون هذه كلمه ما تنقال يا فهد ما تنقال ترضى انا اقول عنك الحين والله انت تبي تكسب من نادي الغادسيه قاعد تقول هالكلام ولا تبي تعيش من نادي الغادسيه قاعد تقول هالكلام ما يصير يا انتقده قول والله كلامك خطا قول والله تصريحك خطا ما فيها شيء بس تقول هالكلمتين ما تنقال يا فهد والله ما تنقال وانت رجل يعني لك خبرتك في 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 في, في, في الحوار مع وسائل الاعلام وفي الحوار واعرفك من ايام علمك شوف رجل ما يعني ما تطلع منك كلمات معيبه فهذه كلمات ما تقبلها منك امانه ولا يتقبلها منك لا اخوي احمد الشمري ولا اخوي عايد الروضان تفضل يا فهد كنت بعتذر لك انت اذا كنت عشان ما انتقرك مقدم برنامج بعتذر لك انت لا لا حتى لو هم ما يخالف حتى لو تختلف معاهم هالكلمتين ما تنقال للاخوان والزملاء ما يخالف لا تقول عن لاعب ان نادي الغدسيه وجماهير نادي الغدسيه وإدارة نادي الغدسية يخافون من هاللاعب، منو أنت اللي تقول عن لاعب أنه يخوف نادي الغدسية ولا جماهير نادي الغدسية؟ إصابة جمعة سعيد احنا كلنا نتمنى للشفاء العاجل أنه يرجع حق نادي الكويت ويتمنى مهما يكون هذا بشر، أما أنك تقول أن اللاعب هذا عصاب والله هذا كان مرعب إدارة نادي الغدسية وجماهير نادي الغدسية شنو أنت يعني أول شيء احترم أنت مكانتك أنت كصحفي، احترم القناة اللي أنت طالع فيها ولا تقلل من جماهير الغدسية، لا تطلعون تقللون من جماهير الغدسية. يعني احنا ملينا منكم يعني انتم قاعد تكسبون بالاعلام وتكسبون بالامور هذه على ظهر نادي الغدسيه مو صحيح ترى هم احنا كجماهير هم ما نرضى ان احد يطلع يا ابو سعود يغلل من عندنا احنا كجماهير ولا يغلل من اداره نادي الغدسيه ولا يغلل من انجاز نادي الغدسيه يا اخي انتم ياما يعني انتم ندري انتماءكم حق نادي الكويت مع احترامنا لنادي الكويت وجماهير نادي الكويت واداره نادي الكويت بس احنا ما نرضى انك انت تطلع وتغلل من شان نادي الغدسيه واداره نادي الغدسيه وجماهير نادي الغدسيه لا احنا ما نسمح لك لا انت ولا غيرك اذا القناه سامحت لك وفتحت لك الاوبن انك تتكلم عن براحتك بس ما نرضى انك انت تتمادى علينا احنا بالكلام وتتمادى على جماهير نادي الغدسيه جماهير نادي الغدسيه يوم نادي الغدسيه يحتاجهم وقف وقفه رجل ولا واحد قصر مع نادي الغدسيه وقف جماهير نادي الغدسيه يوم بطوله الزعامه هذه رجال نادي الغدسيه وجماهير نادي الغدسيه يوم احتاجه مو انت اللي تقلل من جماهير نادي الغدسيه ولا مجلس اداره نادي الغدسيه طيب